فاشن ديزاينر وبستايلنج برضو اوقات. اشتغلت طبعا دي كنت طبعا بشتغل بقى في مصانع، هي هوايه طبعا مش دراسه خالص، لكن حاجه بحبها يعني، وان شاء الله في وقت معين كده هكمل فيها دراسه. انا يعني بقرا شويه عنها، اشتغل فيها شويه، بس معظم الوقت ببقى بعمل انا الحاجات. يعني مثلا زي حاجة انت ممكن تطلب مني حاجة، انت مثلا عندك تصوير النهاردة فبتطلب مني حاجة، فانا تمام بديزاين حاجات كده في دماغي. انت اصلا من كتر اصل معظم اللي بشتغل معاهم صحابي، فانت من كتر ثقتك في ان احنا اشتغلنا في الحاجة دي، فاصلا انا مش بديزاين مثلا على لابتوب مثلا او كمبيوتر او كده، لا انا كل ده تمام في دماغي وبرسمه خلاص فبشتغل عليه. فممكن اصلا اقعد اشتغل على الحاجه دي يومين ثلاثه، المهم ان انا مش هنام الا لما اشوف دي انها اتعملت. اصل مفيش ما ببقاش شفتها كده، انا واثق ان انا عملت ايه، بس ببقى حابب ان انا اشوفها خلاص، لازم اقعد اشوف الباقي. بس اتحاربت في البدايه خصوصا النوعيه الخاصه باللبس دي، الناس ما كانتش متقبلاها في الاول، كانت شايفه ان هي كتير طبعا لحد النهارده كده كده. بس الاول اصلا كمان كانت صحابي، ممكن انا اكون عامل حاجه ولابسها انا، ممكن اصلا صحابي يعني تتزاول ايه اللي انت عامله ده اصلا. بعدين بعدين مش بعدين اللي هو مثلا شهر او اتنين، بعدين سنين بلاقي الحاجات دي اقسم بالله بجد لابسينها وظهرت. بس هو ممكن يكون نسي ان هو اصلا كان بيتريق على حاجه، بس مجرد ما شاف النجوم لابسينها خلاص بقت بالنسبه له موضه، بالنسبه له تمام. بس عايزينك برضو تعرف الساده المشاهدين قصتك، انت ابتديت من وانت عندك 13 سنه و12 سنه كترزي لغايه لما بقيت فاشن ديزاينر لاكبر المطربين الحمد لله، سواء في مجال الراب مجال المهرجانات لحد محمد رمضان. فعايزينك تحكي القصه سريعا للساده المشاهدين. بص، هو مبدئيا انا اشتغلت زمان يعني كنت لسه بقى طفل، اشتغلت مع سادات كان هو افروتو كده في اغنيه كانوا عاملينها، فروحت كده اللي هو انا محتاجيني دلوقتي اعمل حاجات. كنت ساعتها قبلها عملت حاجات يعني قبل ما اعمل بتاعت عفروت وسادات، كنت عامل حاجات لسادات قبلها، فهو من كتر ما هو كان منبهر بقى بالحاجات كان مديني جامب سوت كده سولوبيتا بتاعت الناس اللي بتبقى في البنزينه وكده، فهي كانت كبيره انا وهو ممكن نخش جواها اصلا فاهم. فخدتها بعدها كده بايام رحت له بيها، بس متغير شكلها بقى خالص، فهو اتصدم. كان في حاجات بعملها له تانية، فبعد ما طلعت له دي في الاخر قال لي ايه دي، قلت له دي اللي كنت واخدها منك من فترة كبيرة وهي دي. غيرت شكلها؟ لا غيرت شكلها، غيرتها اصلا 100% بجد. هو بس الحوار كله ان هي نفس اللون فاهم، ان هي كانت حمراء ودي كانت حمراء بس، لكن مفيش حاجة هي اللي كانت فيها خالص فاهم. فهنا بقى هو سادات اتبسط انا مع حسن في اي حاجة. شغلتك ابتدت من هنا او الناس كتير طبعا ناس كتير عرفتني في المجال بتاع المهرجانات من الوقت ده، يعني من الوقت اللي كان سادات برضو يعني هو اصلا النجم الوقت ده اصلا، فما متصدر كل كان كل الناس تقريبا يعني اصلا بتحب تلبس زي سادات وبتحب لبس سادات وكده. بس محمد رمضان بعد فترة طويلة من ناس شركة طبعا بتشتغل معاه، ناس دي معايا يعني متابعاني من بدري، بس هم ما كانوش صحابي. ناس دي اللي هي تقريبا بتاعت زاب ثروت؟ لا هي شركة بصراحة ما اعرفش اسمها ايه، بس اشخاص يعني فيهم كانت واحدة ستايلست يعني صاحبتي كده اعرفها اسمها بوسينة. بوسينة هي كلمتني على حاجات، محمد محتاج الحاجات دي واحنا هنصور بيها، وكان في حد جزائري معاه فهنصور كمان اسبوع، فالطلب اسبوع لا حوالي 3 ايام حاجه كده، فالطلب مني تقريبا 4 اوتفيتس فاهم. فاللي هو انا اصلا صحيت تاني يوم، لا هما كان 3 ايام بالظبط، صحيت تاني يوم اللي هو خلاص انا لسه مخلص معاهم اليوم خلص، روحت نمت، فصحيت تاني يوم خلاص المفروض التصوير بكره، فانا ازاي 4 اوتفيتس؟ فكلمتهم على طول طبعا، فهي طبعا اتضايقت جدا ان انا مش هعمل الاربعه، فقلت لها بص انا على قد ما اقدر هشتغل في 2، فانتوا حاولوا تجمعوا 2 كاوبشنز معانا وانا برضو هخلص الحاجات دي وهاجي على هناك. فقعدت اشتغلت لحد وقت التصوير، فضلت قاعد يومين قاعد بقى بعمل حاجات هنا، وفي حاجات كملتها هناك اصلا ما كملتش هنا، كان في ترزي هناك فخليته يكمل حاجات هناك اصلا، بس دول كانوا للشباب بقى الدانسرز وكده فاهم.
بس طبعا اول ما رحت بتاع اللي هو الاوتفيت اللي لبسه رمضان، كان طبعا هنا هم اصلا الناس اتصدمت ايه اصلا اللي في يوم اللي اتعمل ده، فاهم؟ وان ممثل او مطرب كبير بحجم محمد رمضان يستنى لغايه وقت التصوير ويبتدي يلبس الحاجه دي، دي صعبه. لا هو كان كده كده، ده كان تاني سيكونس في التصوير كان اللي هو اللي انا عامله، لكن كان في حاجات تانية، كان برضو كان في اتنين ديزاينرز برضو معانا بيشتغلوا في نفس الفيديو، فطلعوا كانوا جايبين حاجات فلبس الاول عادي، بس كان المفروض طبعا ابقى انا حاضر في اول من قبل ما طبعا مع محمد رمضان يوصل وقبل الكرو كل ما يوصل اجهز حاجتنا، المفروض ابقى كل ده تمام ابقى جاهز. فانا لا انا رحت متاخر سيكا، بس برضو اللي هو انا قاعد شغال، فلما وصلت طبعا كل الناس اتبسطت اللي هو تمام احنا كده تمام. ايه ابرز التعليقات اللي اتقالت في رحلتك سواء من اهلك سواء من اصحابك في المنطقه سواء الناس اللي ما تعرفكش بس عارفين ان حسن ديزاينر لمطربين و يعني وقت اللي هو يعني حاليا بعد ما ابتديت تعرف؟ حاليا كتير طبعا، اهلي طبعا كتير، صحابي اللي هو مثلا بلاقي حد بيقول لي انا شفت لبس في مكان معين شخص لابسه من غير ما اعرف هو بتاع مين او جايبه منين، انا عارف ان انت اللي عامل ده. فانا اصلا بحب يعني طول عمري انا شغال على الشكل ده اللي هو انا حابب اعمل حاجه مش شرط ماديات خالص، كان شرط ان انا اعمل حاجات كتير. لا سيبك بكمان من ان هي حاجه بحبها، انا حابب اعمل كذا ديزاين، بس برضو اللي يشوف اللبس ده يكون عارف ان ده حسن اللي عامله، يبقى ليا شكل في اصلا في الديزاينات اللي بعملها، مش اللي هو حاجات روشه لا هو انا ليا شكل اللي هو برضو يعني الناس هتشوف ده حسن. فالحمد لله ده بيحصل دلوقتي، دي من الحاجات طبعا اللي بتبسطني فالحمد لله. نفسك توصل ليه؟ يعني اشتغلت مع نجوم كبار، بص بقيت معروف وسط السوق، ايه اللي بتحلم بيه؟ هو انا ما عنديش سقف في يعني في طموحاتي الحمد لله، انا حابب ان انا لسه ما عملتش حاجه، انا كل ده انا لسه بعمل يعني شغلي عادي اللي هو حاجات، مش شرط ان انا بقى خلاص عملت مع شخص معين فانا هنا لا انا عملت، لا مش هو طموح مش شخص ولا حد ولا حاجه، انا طموحي طبعا ان انا اعمل كبراند كبير طبعا حاجه الناس كلها تكون عارفاها، بس دي مش حاجه سهله، هو مش حاجه وهعمل براند يعني هطبع حاجه او لا، مش هو ده البراند خالص، هو البراند ان انا بعمل كل حاجه شبه بعض، لبس كتير شبه بعض، شوزات كتير شبه بعض، فاهم؟ حاجات كده كتير يعني، هو ده الحوار بالنسبه لي ان انا نفسي اعمل ده بس، لكن ان شاء الله طبعا هيحصل باذن الله دلوقتي بعد سنه بعد 10 انا وراها مش سنه، بس قلت بقى خلاص انا لازم على التزامات، فلازم اعمل ده، لازم انزل في كذا مكان، لازم اتحرك، لازم برضه اعمل في كذا مكان، عايز الناس كلها تشوف شغلي، عايز احط مثلا الشباب اللي في الشوارع في ايا كان الاماكن يلبسوا اللبس اللي بعمله، مش شرط يكون الفنانين بس، لا انا عايز اخلي اشوف لبسي في كل مكان، فاهم؟ بس والحمد لله عملت ده، وعملت كام بنطلون كده وكانوا بيتباعوا في اماكن كتير، اشترى منها لعيبه كوره كتير، شفت وحدهم بقى سكنات هم ما اشتروش مني، اشتروا من الاماكن، لكن زي مثلا عصام صوصه اشترى بنطلون من بنطلونات باسمي، هي مش براند بس هي بتتباع في محل صحابي، بس المحل ده بيبيع حاجات ميرور بقى اللي هي مش زارا وكده، لا هي حاجات جوتشي بقى وحاجات اللي هي مش موجوده في مصر، فهم بيبيعوا الميرور منها، فانا كانت البناطيل بتاعتي في وسط الحاجات دي، والشباب اللي بتلبس اللبس ده عاجبها الحاجات دي، فانا هنا مبسوط، انا مش فلوس خالص، الناس اللي عاجبها الحاجات الميرور اللي هي اصلا الناس دي مش بتلبس براندات زارا والجو ده لا خالص، الناس دي بتلبس جوتشي بتلبس، فعجبهم الحاجات دي، وشباب كتير لعيبه كوره وصوصه وناس بتغني، فهنا برضو كنت مبسوط يعني بفكره ان انا اعمل حاجات للشارع وكده، فتمام. قبل ما نختم معاك، لو توجه نصيحه للشباب او شخص عايز يبقى فاشن ديزاينر تقول له ايه؟ طبعا اقول له طبعا اسعى وما تقلقش من اي حاجه، هات قماش وبوظ القماش، ومش كل حاجه كورسات، ومش لازم تجمع مبلغ عشان تاخد كورس، معلش انا لحد النهارده من الصفر، انا ابتديت من كنت بروح اشتري زراير لحد النهارده، انا مش ما بتضايقش من ده، لو مش معايا حد صاحبي بيساعدني بروح اجيب الزراير واقعد اركبها، قشطه ما تتضايقش خالص، اشتري ينزل اشتري قماش قديم، اشتري هات هدومك القديمه غير فيها، قص اعمل يعني تشقلب، ما تتضايقش، هات مكنه صغيره من اي حد مستعمله واعمل ده، مش هتلاقي ان في اي حاجه مكلفه
ولا اي حاجه مستاهله ان انت تبقى محبط كده، لا خالص.